السلام عليكم حبيبي الغاليين، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. سمحوا لي حبيبي انني كنتأخر عليكم في الفيديوهات، كانت عندي ظروف، سمحوا لي استسمح، والله العظيم كنت مشغولة وكنت كنقول خاصني ندير فيديوهات للبنات، لانه توحشت دوك التعاليق ديالكم الجميله وتوحشت الكلام ديالكم الجميل. ربي يسعدكم وينوركم ويعطي لكل واحد ما كيتمنى ان شاء الله على داك الكلام الجميل اللي كتخليو لي، ربي يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. حبيبي اليوم غادي نخرجوا عاوتاني شويش من الفلوغات، شويه من هكا يعني من المطبخ، وشويه نوليو نهتموا بنفسنا شويه البنات. يلا غادي نحاول نحط لكم مره وصفه، ولكن وصفات اللي مجربه ومشكوره من عند البنات ان شاء الله، بحول الله غنتقاسمهم معكم، ويعني واكيد ان شاء الله غادي تلقاو النتيجه اللي كتمنوها. واي وصفه كنحطها لكم راها كتكون امانه على رقبتي انها ممتازه وجميله جميله ان شاء الله بحول الله، وانتم غادي تجربوا بنفسكم وغادي تقولوا لي في التعليق ديالكم. يلا حبيبي نبداو على بركه الله. عندنا جوج حبات صغار ديال البطاطا، تقدروا نتوما ديروا واحده متوسطه، انا ما عنديش، متوفره غير هاد الصغيره، وحبه ديال البرتقال اللي غادي نستعمل منها غير العصير ديالها. وعندنا ورقات ديال المعدنوس يعني خفافين كيف ما كتشوفوا، غناخذ غير الورقات فقط. هنا عندي الماء ديال الارز البنات، مسلوق الرز واخده غير الماء فقط، يعني ما فيهش الملح، وكنستعملوه في الثلاجه، يعني كنخليه في المجمد، ماشي في المجمد عفوا، في الثلاجه يعني عادي، كيبقى حتى لمده اسبوعين ما كيوقع له والو. وعندي الحليب كيف كتشوفوا، هذا الحليب فيه فيتامين ا وبي وسي ودي او اللي يعني كينعشوا البشره ديالنا. وعندي المايزينا اللي هي النشا، يعني بصراحه البنات مكونات غزاله كتشهد على نفسها بنفسها. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، هنايا درت الماء ديال الارز، درت جوج ديال المعالق، اللي غادي ندير الوصفه لمده 5 ايام او 6 ايام، يعني كنخلي ديال الاسبوع كامل. وعندي جوج معالق ديال العصير ديال البرتقال، وجوج معالق ديال الحليب، والنشا على حسب الخليط، على ما يتماسك الخليط. وهذوك الحبات ديال البطاطس اللي هي بطاطا، حتى هما غير نقيتهم وغادي نقسمهم هكذا شويه باش يجوني في الخلاط مزيانين. كيف كتشوفوا البنات، درت داك العصير ديال البرتقال درته في الخلاط، وغادي نضيف عليه ديك البطاطس مع المعدنوس، كاين اللي كيقول البقدونس. غادي نزيد عليهم الحليب، وغادي نزيد عليهم الماء ديال الارز، وغادي نخلط مزيان حتى كيتطحنوا مزيان، يعني باش كتكون كيكون داك الخليط كما كنقولوا حنا مطلوق خفيف، باش تطحن لي داك البطاطس وداك المعدنوس مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، غادي نخلطها مزيان يعني حتى كيولي بحال الشكل ديال الماء ديال الارز. من ثم غادي نضيف عليه النشا بالتدريج البنات، وانتوما عينكم ميزانكم غادي تشوفوا انه تقال الخليط، تقدوا هذيك الساعه تقدوا تدهنوه يعني بالفرشات ولا شي حاجه، صافي كتحبسوا وراه ممتازه البنات، يعني تقدوا تستعملوه حتى اليدين. انا كنديروه فشي حاجه اما ديال الزجاج او ديال الودع بحال هكذايا، باش كنقدر نحتفظ به لمده طويله. ما ديروهش فشي حاجه ديال البلاستيك البنات، تستعملوه ديروه في الثلاجه لمده يعني 5 ايام 6 ايام، ما كيوقع له حتى شي حاجه، كيبقى صالح وممتاز، ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تضيع. بالنسبه للبنات البشره كتخليوه لمده 20 دقيقه حتى كينشف، يعني راه كينشف. اما بالنسبه اللي بغات تستعملوا ليديها البنات، غادي تستعملوا ليديها، وغادي دير يديها اما في دوك القفازات ديال البلاستيك، اما في صاشي ديال البلاستيك ديال المجمد، هادوك ديروهم يديكم فيهم وكتخليوهم لمده 30 دقيقه، راه ممتازه البنات. ملي كديروه اليدين راه كتلقاو يعني ليديدات كيولوا رطب، ما كيبقاش فيهم كاع حتى شي حاجه. هنا البنات كيفاش كنوريكم العصير الاخضر اللي كنت استعملت معكم لانقاص الوزن البنات، راه ممتاز البنات. عرفتي شي مابقاوش عندي الميساجات اللي في الواتساب، ممكن كنحطيتهم لكم تشوفوهم كيفاش البنات جربوه وعطاهم نتيجه فعاله. وكاين شي بنات اللي قالوا لي شي حوايج اخرين اللي ما كنتش عارفاهم انا في هذا العصير، وهو انه كيقادد الهرمونات ديال البنات. واحد الاخت عندها 40 سنه كتقسم بالله قالت لي الى قادد لي الهرمونات وليت بحالي عندي عاد 16 سنه، يعني كان عندها مشكل وتقادد. بالنسبه للبنات اللي باغيين يغلاضوا اللي باغيين ينقصوا من الوزن عفوا، كيشربوه من قبل الاكل، والبنات اللي ما باغينش يضعفوا كيشربوه من بعد الاكل.
رجعوا راه عندي في القناة انقاص الوزن عصير ممتاز البنات، انا ما بقاش كيخطاني، واخا انهم نعرف نشرب واخا غير كاس واحد في الصباح يعني ضروري ضروري، والمذاق ديالو صافي ولفت به ممتاز، كيليق للشعر كيليق للاظافر البشره، كتلقاي الوجه ديالك كيعطي واحد النضاره في اسبوع صافي، كتكون عندك واحد النضاره في الوجه، وكيعطيك واحد النشاط واحد الحيويه، لانه يعني غني بالفيتامينات، وزعما بصراحه هذا كنز من الكنوز اللي انا كنحتفظ به يعني، وكيعجبني وكنستعمله وكنعطيه لاي واحد بوجه احمر، عارفه بانه البنات الا استعملوه ما غاديش يقولوا لا ما عطانيش نتيجه، يعني فيه النتيجه 100% البنات. وكنتمنى انكم ترجعوا لذاك الفيديو تشوفوه وتاخذوا الوصفه، وانا غادي نحاول نخليها لكم في اخر الفيديو ان شاء الله باش تقدروا انكم تدخلوا الفيديو السابق. كيف قلت لكم البنات، هاد الماسك هذا ولازم تكملتوه بهذا عند بهاد العصير، يعني عندكم اسبوع غتلقاو الفرق كبير في البشره ديالكم، لا في النضاره ما كتبقاش شاحبه، ما كتبقاوش تجاعيد، الا كانوا دوك التجاعيد بالخصوص دوك التجاعيد اللي كتكون مبكره كتكون بدات ما كتكونش البنات، الوجه كيتبدل بواحد الطريقه خياليه، وان شاء الله بحول الله غادي تجربوه وغادي تردوا عليا في التعليق. كنشكركم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، واي حاجه كانت يعني ممتازه ان شاء الله غادي نجيبها لكم من كل قلبي حبيبي، ونخليكم مع هذا المنظر الجميل، ودمتم في رعايه الله.